هذه واحدة من المهام نتاع السفارة أنه نحاولوا دائما ندعموا التجارة، التبادل التجاري بين تونس ودول الاعتماد في الحالة هذه بين تونس وإيطاليا. نعرفوا لإيطاليا سنة 2022 والتي هي الشريك التجاري الأول لتونس، وإحنا نعمل على التدعيم هذا، وخاصة أنه يكون الميزان التجاري في صالح بلادنا. هذه مبادرة من المبادرات اللي السفارة منذ البداية شجعتها وحمست لها، واتصلنا بعدة جهات مثلا ديوان تونسي مخارج مشكور، مكتب فيبا في ميلانو، مكتب سيبيكس في ميلانو، مكتب لوينتيتي في ميلانو اللي مدونا بوثائق ودوكيمون اللي احنا باش نكونوا نشوفوهم بعد ستون موجودين للتعريف بالمزايا ومناخ الاستثمار في تونس، وايضا للتعريف بالتراث الثقافي الثري التونسي، وثالثا التعريف بالمنتوج التجاري اللي هو منتوجات التجاريه وجودتها خاصه، ونظرا لاقبال ايضا المواطنين الايطاليين وعليها. فهذه حاجه طبعا مبادره دائما احنا نكون وراها وندعموها، وكشوف معنا حضورنا اليوم الصباح في الستون، حتى في الميسون بلاس تاع الستون، لانه هذا حاجه معنا تشرف تدخل في مهامنا، وايضا تساهم في التعريف بمزيد تعريف بتونس بصفه عامه في جميع مكوناتها التجاريه والثقافيه والاقتصاديه وايضا البشريه. نشوفوا معناتها الابداع عمله الانسان، عمله البشر، يعني عندنا ثروه بشريه مهمه في تونس بالاضافه الى الثروات الاخرى اللي عندنا. احنا كملحقين اجتماعيين بشرنا مهامنا في جانفي 2023، اواخر جانفي 2023 اتصلت بينا السيده سيام الزرني المنسقه للمعرض، وطلبت منا معناتها انه نكونوا حاضرين ومشرفين على المعرض هذايا كبعثه قنصليه ودبلوماسيه، ونسقنا مع السفاره ونسقنا مع ديوان تونسي بالخارج، اتصلنا بهم وطرحنا عليهم المشروع، فكانت الدعوه معناها لبوا الدعوه كالعاده، خاطر كما تعرف ديوان تونسي بالخارج يسعى للتشجيع التوانسه كسوا مستثمرين كسوا مشاركين في الدورات والبرامج والا المعارض الدوليه، وديما باسم تونس مش تبقى ديما راي تونس مرفوعه. المساهمه في المعرض الدولي الاكسبو 2023 كانت جدا فعاله من ديوان تونسي بالخارج مشكور، فقام بخلاص الجناح هذا التونسي كامل اللي نشوفوا فيه الكل، كله خالص على حساب الديوان، في سبيل انه معناها يكونوا عارضين نشجعوهم باش يشاركوا باش يعطوا منتوجات الحرفيه التقليديه التونسيه، كان منتوجات كما تشوفوا خزف، سعف، فخار، ماكولات تونسيه، حلويات تونسيه الى غير ذلك. وهذا الكليك معناها نحبوا نشجعوا نحن الجاليه، نحبوا نقربوا الجاليه من تونس، نحب نخلو الجالية يد واحدة، كلمة واحدة، في سبيل الرقي والرفع من قدرات الدولة التونسية، وهم شريك فعال لنا بطبيعة في تونس، ومن هنا نشجعوهم أنهم يقوموا بالاستثمار في تونس. ديوان تونسي بالخارج يقدم لهم العديد من الخدمات بالشراكة مع الديوان التونسية وعدة أطراف أخرى، شجعوهم الاستثمار في تونس، وكل مرة هو ديوان تونسي بالخارج يفتح لكم عديد الأفاق والتسهيلات في القيام بالاستثمار والمشاريع في تونس في جميع المجالات. يتصلوا بنا مرحبا بهم، احنا زوز ملحقين اجتماعيين موجودين في القنصلية التونسية بروما، فتحين الباب للناس الكل، كما اتصلت بينا مدام سهام الزرالي منسقه هذه الدوره، كما ينجم يتصل بينا اي تونسي اخر مرحبا به. نحيي الشعب التونسي كامل، ونحن متشرفين باش نقدموا وجه تونس الى الغربيين وحضارتنا، حضاره 3000 سنه، والحمد لله اللي وفقنا باش نعملوا معرض هذا الدولي في روما هنا، يعني في روما العظمى وعندها قصه مع القائد الكبير حنا بعل، فما الفخار التونسي لقفوف، فما هذه السجنان، فما هذه الصناعة التقليدية،
جاي بس يعني جبنا الصناعات التقليدية متاع تونس الجمهورية كلها من حزوة التوزر البنجردان البنزرت سوسة جابس كله يعني خليط والحمد لله اللي وفقنا واحنا رانا نخدمه لتونس نحن ناس المتغربين هنا دمنا تونسيون واحنا نغاروا على تونس اكثر من التوانسة اللي في تونس هذا نحب نوضحها للتوانسة فهمت يعني انا غربة 40 سنة لكن دمي تونسي هنا الناس اللي تعرفني كلها تعرف لي اللي بيانصير روج لتونس وروج لسياحة تونس ونحبب في الايطاليين باش يمشوا لتونس ويكتشفوها هي يعني عنوان المحبة لتونس اللي احنا نحببه في كل اوروبي باش يمشي لتونس ويسافر ويكتشف بلادنا نشكر الإخوة الكل اللي أعطونا الفرصة هذه باش نقدموا تونس بأحسن صورة الحقيقة أنا يعني ربي وفقنا باش ننجحوا في هذا الاختبار فخار مكنين جبنا فخار سجنان جبنا فوق جابس الحمد لله جبنا فوطة لمطة وساحل جبنا ياسر سلع الحمد لله أنا شوية بيجوتيرية الخلخال الزماني جبنا ياسر سلع يعني الحمد لله باش نوراها نوريه ونظهره الصورة الحقيقية لتونس لأن تونس عريقة تونس والحمد لله الحق نحب نقول كلمة شهادة لله كنت أنا أعتقد أني لا يزايد علي حد في الوطنية ولكن بصراحة لقيت الأخت سهام يعني حشمتنا على روحنا لقيتها بصراحة حشمتنا على روحنا وعلمتنا كيفاش يكون الانتماء الحقيقي لتونس مسكينة عندها عام كامل تنظم وهذا لا يستعرف بالمعروف إلا أهل المعروف يعني ربي يبارك لها معناها بصراحة خدمة جبارة اللي نعملوا فيها احنا نتسماه والله العظيم ما راح أما هي مسكينة ليل ونهار تكلم فينا تنظم فينا تعاون فينا تدعم فينا فهذا فضل منها إن شاء الله هنكون يعني نورنا لها وجهها ونورنا تونس وإن شاء الله تكون فرصة باهية والحمد لله اللي بدأت يعني الأصوات تتعالى وتقول أحسن معناها مكان تونس تونس في قلب روما بستاند بتاعها بتاع تونس في لو كونت ايفينمون هذايا بتاع الاكسبو 2023 خدمنا عليه الحقيقة بخاصة عام كامل معناها باش نمثلوا تونس باش نمثلوا بلادنا أحسن تمثيل باش العالم التونسي ديما يرفرف في روما وإن شاء الله في بلدان العالم الكل إن شاء الله أنا أول حاجة ساعة الإكسبيريونس بتاعي هي بدات الحقيقة بالحلو التونسي معناها أنا أختي ديجا بدات بالمشروع هذايا في تونس بعثته معناها حلويات تونسية تخدم الحلويات الكل التونسية وإلا الأوروبية معناها ولكن اختصت أكثر حاجة في الحلو التونسي وأنا خديت عليها الندان هذاك يعني مشينا في الدم إذنك قلت علاش لا الحلو هذايا التونسي علاش نقعد كان في تونس أنا عملت الحقيقة هي إنيشياتيف هكايا حبيت نعمل ديكوفري هكا تونسية هكا عندنا الخلة التونسية عندنا الخمسة التونسية دونك حطيتهم هكايا حتى ينجموا يكونوا معناها كادو ولا هدية معناها أي حتى طليان ينجم يهزها فهمت كهدية دونك عملنا لي ديمونسيون الكل حطينا الغريبات حبينا نوجدوا الحقيقه لو ماكسيموم بوسيبل باش نعرفوا بالمنتوج هذايا المره هذه في الاكسبو دونك حتوشنا شويه كيما يقولوها شويه في دي بورتفوي هذوما دي بورتفوي ارتيزانال معناها دي بورتفوي ارتيزانال سامحني حطيناهم هكا بالخمسه كيف كيف ديما فما الغفال التونسي تونس فما هذوما الفولارات كيف التونسية العالة التونسية احنا نقول في جربة عالة فهمت دونك وشويشي التونسية المراوح زادة كيف كيف بالزيتونة اللي هي أكثر حاجة معروفة وإن شاء الله ننال إعجاب المشاهدين الكل والباساجير الكل اللي حولنا الحياة فهم زهرة الحياة